يتم التحضير على قدم وساق لإنجاح هذا الموعد الهام جدا في مسار أبنائنا التلاميذ، وهذا بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع. وعلى سبيل المثال الحصر، سيتم الآن تعقيم حجرات الامتحان من قبل جمعيات مختلفة من ولاية إريتي. رانا نقوم بعملية تعقيم للثانوية اللي راح تحتضن هذه الامتحانات إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله لطلبتنا التوفيق إن شاء الله ومزيد من التفوق إن شاء الله.